خلينا نقول بأنه الطلاب أكثر تعاسة من غيرهم للأسف. يعني دراسة وجدت أن طلاب الجامعات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب عندما ينتقلون لسوق العمل. ريم، هذه الدراسة من اللي سوتها؟ جامعة كلية لندن الجامعية أرجعت فيها مشكلات الصحة النفسية عند الطلاب إلى تزايد الأعباء المالية والضغوط والتفوق الأكاديمي. لكن اللافت في هذه الدراسة أن المشاكل النفسية للطلاب تدرين أنها تضاعفت 3 مرات في آخر 5 سنوات؟ أكيد. يعني الطالب اليوم غير عن الطالب قبل لما دش سوق العمل أصبح صعب كمان. سوق العمل أصبح صعب، حتى المناهج الدراسية صار فيها تطور كبير عليها. يمكن اليوم الحديث ما بين المهارة والشهادة أيهما أولى أصبح، واليوم عندنا نقاش على فكرة إنه المهن التي